رحلتي إلى جزيرة كولبي التايلندية، وهي أقصى جنوب تايلاند وأقصى جزيرة في جنوب تايلاند، وتعتبر مالديف تايلاند. الأجانب يسمونها مالديف تايلاند، وأيضا التايلنديين يسمونها مالديف تايلاند. بعد رحلتي إلى سور الصين والعودة إلى بانكوك، تحدثت مع تايلندي فقال لي أنت رحالة وتروح يعني أماكن كثيرة، ليش ما تروح إلى جزيرة كولبي؟ فقلت ما أعرف شنو الجزيرة هذه، لكن خلني أحاول. مشكورا أنك قلت لي عن الجزيرة هذه، وقعدت أبحث عنها في النت، أدور تقارير عربية عنها، أدور يعني رحالة راحوا لها ووثقوها وسووا فلوقات عنها، ما وجدت إلا تقريبا تقرير ما يتجاوز دقيقتين أو 3 دقائق في إحدى القنوات العربية، لكن ما فصل كيف أنك توصل إلى جزيرة كولبي. وأيضا شفت لي فيديو ثاني ولكن غير مفصل عنها، فتحمست أني لازم أني أروح للجزيرة هذه ويكون أول يعني من يغطيها وتقرير عربي في برامج التواصل الاجتماعي. سعدت في هذا الشيء، وكوني عضو ومؤسس في جمعية الرحالة الكويتية، وكوني كويتي، وكنت يعني أكون أني أنا أول كويتي وأول عربي يسوي تغطية إلى هذه الجزيرة تقريبا الغير معروفة عند العرب. أنا شفت فلوقات وفيديوهات لكن كلها أجانب، ما في عربي. فتحمست للشيء هذا وقلت أول كويتي وعضو مؤسس جمعية الرحالة الكويتية يغطي الجزيرة هذه وكيفية الوصول إلى جزيرة كولبي وهي تعتبر مالديف تايلاند. فعرفت الطريقة وسويت فلو كامل، وهي في تذكرة واحدة للوصول لها، ساعة ونص طيارة من بانكوك إلى أقصى نقطة في جنوب تايلاند، المدينة عفوا، هذا المدينة في جنوب تايلاند. بعدها من ضمن التذكرة ساعة ونص بسيارة لغاية ما توصل الميناء، وساعة ونص على ما تركب البوت والسفينة لغاية ما توصل الجزيرة. الجزيرة والله الحمد أنا كانت عندي طيارة درون وغطيتها وصورتها يعني تصوير جوي، يمكن كبر قطعتين أو قطعة واحدة من منطقة صليبخات، يعني ما يتجاوز الكيلو، تقدر أن تمشي وتغطيها وتفتر فيها الجزيرة هذه. الجزيرة هذه تتميز في صفاء الماء ونقاوة الماء، يعني تخيل يعني لو تركب سفينة العمق 4 أمتار تقطلك 100 فلس تشوف واضحة جدا صافية الماء، فلهذا السبب سموها مالديف تايلاند. وكان فيها يعني المعروف الجزيرة هذه الشاطئ الشرقي والشاطئ الغربي، فأنا سكنت من ضمن الشاطئ الشرقي. الجزيرة هذه ميزتها أنها أقصى نقطة في جنوب تايلاند وأقصى جزيرة، وقريبة تقريبا بالبوت ساعة ونص من جزيرة لانقاوي الماليزية المعروفة، وكنت أنا ناوي كانت إقامتي 5 أيام في هذه الجزيرة، وكانت من ضمن الأيام اللي أنا في هذه الجزيرة أني أخذ بوت يعني أستأجر وأروح الماليزيا. الجزيرة لانقاوي كانت قريبة جداً، وكانت فرصة أني تقدر تقول أضرب عصفورين بحجر، يعني دولتين وجزيرتين متقابلتين في هذا المكان، لكن سوء الأحوال الجوية ما خلاني أني يعني أروح لجزيرة لانقاوي عن طريق جزيرة كولبي. وصرت يعني الحمد لله والله الحمد أول كويتي وأول عربي يوثق ويصور هذه الجزيرة يعني، وينزلها فلوق في برامج التواصل الاجتماعي، ولا في ناس يعني زاروها ولكن للأسف أنهم ما غطوها أو سووا تفاصيلها. فمن صفاوة يعني الماء الموجود قلت
باخذ رحله من ضمن الباكجات يعني الموجوده في هذه الجزيره، اني اروح الى رحله غوص، لازم يعني غوص. وكانت عندي الكاميرا جوبرو تقريبا تحمل عمق 10 أمتار، وكنت اصور وانا بالجزيره هذه، كنت حاجز لي على بلكونه حلوه مطله لجبل الليل، تقريبا كان في برق ورعد وامطار تقريبا كل ساعه تشوف البرق، يعني من قوه البرق تشوفه ينزل على البحر هذا. فكنت بحجز، فعلى طول دقت علي امي الله يحفظها، قالت ابو سعد، قلت هلا، قالت والله ما تروح وتغوص على البحر هذا، قلت خلاص. فالفرصه هذه كنت انا اتمناها، كنسلتها الفكره هذه. كان اخذ معي علم الكويت، ولو انه اكبر علم، كان عندي اعلام صغيره ماخذها معي، وكان علم الكويت صغير، فقلت لازم احط العلم هذا في عمق الجزيره هذه، وفي اقصى نقطه وبقعه ارض للمملكه التايلنديه في هذا الجنوب. كانت معي الكاميرا الجوبرو، وقلت خلني أسبح سباحة يعني على الشاطئ، وكان الشاطئ أيضا صافي وجميل، قلت لازم أحطه في العمق، علم الكويت أحطه في العمق، وأفتخر أني يعني أول كويتي يحط علم الكويت في هذه الجزيرة وفي عمق أقصى جنوب تايلاند. فخذيت الكاميرا معي لغاية ما وصل يعني مستوى ممتاز في العمق، وكان الماء صافي جدا، فنزلت العلم الكويتي وحطيته بين يسمونها المرجان والقواقع هذه، وحطيت علم الكويت وانا قاعد اصوره كذي واصور الجزيره. فحسيت بفخر كون علم الكويت يعني وصل الى هذا الشيء، واني غطيت الشيء هذا. طبعا فيها ما فيها مطاعم عربيه، فيها المطاعم التايلندية، فيها مطاعم الأجنبية. فأنا من كثر رحلاتي إلى مملكة تايلند أحب الأكل التايلندي، لكن فوق هذا كله معاي الجدر الكهربائي، ومعاي بهاراتي، ومعاي يعني العيش. فسويت مجبوس دجاج هناك على البلكونة، الدجاج خذيته منهم، بهاراتي وشغلي، وأيضا كان معاي الغوري المصدي هذا، يعني رحت فيه للصين، ورحت فيه فيتنام، ورحت فيه يعني تايلند، ورحت إلى هذه الجزيرة. الجزيرة هذه طبعا من ضمن الجزر التايلندية اللي أنا رحت له، في كثير كثير من جزر تايلندية أنا ما غطيتها، وإن شاء الله أغطيها. تبي تروح في الى جزيره كولبي، يكون بالهاي سيزن، طبعا يعتبر في تايلاند هاي سيزن، اللي هو من شهر 10 11 12 1 و2. الوقت هذا ما يكون في امطار، وليس موسم الامطار. موسم الامطار في خط الاستواء هذا، او البلدان الاستوائيه هذه، يكون تقريبا بالصيف، هذه كلها أمطار. فأنصح يعني الذهاب إلى هذه الجزيرة، يكون ما يعني مثل واحد وزوجته، يعني جزيرة برايفت
حلوة، والوقت اللي تروحون فيها يكون من شهر 10 11 12 1 2. هذا الوقت في 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 منطقة يعني بلدان تايلاند واللي حواليها، هذا يعتبر هاي سيزن، يعني الذروة السياحي فيها وقل فيها أمطار. ممكن خلال الأشهر هذه ممكن يعني تحصل أمطار أربع مرات أو خمس مرات. أما موسم الأمطار في مملكة تايلاند يكون بالصيف، تكون أمطار غزيرة ويومية، فما أنصح الذهاب إلى يعني الجزر هذه. أما بخصوص يعني شنو ميزتها من بين الجزر هذه، لا هذه جزيرة صغيرة وتصلح أنك تقعد فيها 3 أيام أو 4 أيام. أما إذا تبي يعني جزيرة فيها أسواق، فيها مجمعات، والأفضل تقريبا وفيها رحلات كثيرة ومشهورة جدا اللي هي جزيرة بوكيت، فيسمونها تايلنديين فوكيت، لكن احنا العرب نقول عنها بوكيت. وأيضا جزيرة كوساموي، أيضا كوساموي جميلة جدا جدا من الجزر الجميلة هذه.